السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في التمرين رقم 3 من سلسلة تمارين دالة اللوغاريتم النبيري. إذا هذا أول تمرين في المعادلات. إذا في التمرين هذا غنحاولوا نشوفوا كيفية حل معادلات تحتوي على دالة اللوغاريتم النبيري. إذا السؤال يقول حلف R، إذا لدينا معادلتين. لحل المعادلات لابد من ضبط مجموعة من القواعد الأساسية. إذن بشكل عام لدينا الألين ديال أ كتساوي واحد، الألين ديال واحد كتساوي لنا صفر. إذا كان أ أكبر من قطعا من صفر و ب أكبر قطعا من صفر، الألين ديال أ تساوي الألين ديال ب تكافئ أ تساوي ب، يعني ما بداخل الألين اللي كاين في الحد الأول المعادلة يساوي ما بداخل الألين الحد الثاني. الإكسبونسيال ديال ألين إكس تساوي إكس، وكذلك لدينا الألين ديال الإكسبونسيال إكس يساوي إكس. إذن نبدأ بأول معادلة. إذن أول حاجة كنحددو في المعادلة هي مجموعة تعريف المعادلة، ضروري نحدد مجموعة تعريف المعادلة. إذن مجموعة تعريف المعادلة هي إذن كنحل بحال اللي كنحدد، يعني مجموعة تعريف الدالة بنفس الطريقة كتحدد. إذا إكس تنتمي إلى R، الألين، إذا بالنسبة للألين دائما ما بداخل الألين يكون أكبر قطعا من الصفر. إذا جوج إكس ناقص واحد أكبر قطعا من الصفر، أي إكس كتنتمي إلى R. إذا جوج إكس، يعني جوج إكس ناقص واحد أكبر من الصفر، كندي ناقص واحد للطرف الثاني، جوج إكس أكبر من واحد. إذا عندنا كنقسم على جوج طرفي المتفاوتة، كنختزلو بالعدد جوج، كيبقى لنا إكس أكبر من واحد على اثنان. إذا إكس أكبر من واحد على اثنان، وبالتالي في مجموعة تعريف هذه المعادلة، إذا عندنا إكس أكبر من واحد على اثنان، إذا واحد على اثنان زائد لا نهاية أكبر قطعا، إذا المجال مفتوح. إذا لكل إكس من دي، أي من مجموعة تعريف المعادلة، لدينا إذا الألين ديال جوج إكس ناقص واحد تساوي صفر تكافئ. في معادلة هذا النوع هذا، فكنحاول نطبق العلاقة ديال ألين أ كتساوي لنا ألين ديال بي تكافئ أ تساوي بي. إذا كنحاول نلقى علاقة بحال هذه، يعني ألين كتساوي لنا ألين. إذا حنا عندنا صفر هنا، وكنعرفو بأن الألين ديال واحد تساوي صفر، إذا الألين ديال جوج إكس ناقص واحد تساوي ألين ديال واحد. إذا نطبقوا هذه العلاقة، إذا تكافئ، إذا ما بداخل الألين جوج إكس ناقص واحد تساوي ما بداخل الألين. إذا كنلقاو معادلة من الدرجة الأولى، إذا عندنا جوج إكس ناقص واحد ديال الطرف الثاني هي واحد، واحد زائد واحد اثنان، إذا إكس تساوي واحد. وبالتالي غنشوف واش واحد كتنتمي للدي. اذا واحد واش كتنتمي لمجموعة تعريف المعادلة اللي هي واحد على جوج بلس لانفيني، اذا واحد راه كتنتمي، وبالتالي فالحلول مجموعة الحلول هو العدد واحد. المعادلة الثانية، اذا دائما اول خطوة تحديد مجموعة تعريف المعادلة. اذا عندنا الدي إكس تنتمي إلى R، إذا الشروط حنا عندنا الألين، إذا ما بداخل الألين يكون أكبر قطعا من الصفر، يعني ناقص 3X زائد 3 أكبر قطعا من الصفر. إذا حنا كنعرفو ناقص 3X زائد 3 أكبر قطعا من الصفر، إذا كندي زائد 3 للطرف الثاني غيرجع ناقص 3X أكبر قطعا من ناقص 3. إذا للتخلص من هذا ناقص 3 يمكن لي نقسم على ناقص 3 طرفي المتفاوتة،
اذا مادام غنقسم على واحد العدد اللي هو سالب، اذا الترتيب غيتغير. يعني لو عندنا ناقص 3 اكس على ناقص 3 ناقص 3 على ناقص 3، اذا هنا كنختزلو كنختزلو هنا، اذا كيبقى لنا اكس اصغر من العدد 1. اذا دي تساوي اكس كتنتمي لار، اذا اكس اصغر من 1، وبالتالي مجموعة تعريف هذه المعادلة، إذا إكس أصغر من 1 يعني ناقص لا نهاية 1. إذا لكل إكس من دي لدينا، إذا المعادلة، إذا هذه المعادلة هذه اللي غنسميها نجمة، إذا هنا باش نختصرو نسمي هذه المعادلة نجمة، تكافئ، تكافئ ماذا؟ إذا دائما كنحاول معادلة بحال الشكل هذا نلقى واحد الالين ديال شي تعبير كيساوي لنا الالين ديال، اذا عندنا الالين ا كيساوي لنا الالين بي يكافي ا يساوي بي. اذا هنا ممكن ناخد زائد واحد على جوج نديها للطرف الثاني، اذا غترجع عندنا الالين ديال ناقص او باش ممكن ندير الطرف الاول. اذا كنعرفوا بان الالين ديال ا زائد الالين ديال بي راه هي الالين ديال ا بي، وبالتالي فهاد المعادله تكافئ الالين ديال جوج ناقص 3 اكس زائد 3. الصفر كنعرفوا بان الالين ديال واحد تساوي صفر، اذا تساوي واحد او الالين ديال واحد. اذا لقينا معادلة بهذا الشكل هذا، إذا تكافئ ما بداخل الآلين اللي هو جوج ناقص 3 إكس زائد 3 تساوي واحد. إذا كندي جوج للطرف الثاني، إذا مادام عندنا جوج يعني كنقسم عليها، إذا هذه المعادلة تكافئ ناقص 3 إكس زائد 3 تساوي واحد على جوج. إذا كنديو كذلك 3 للطرف الثاني، إذا ناقص 3 إكس تساوي ناقص 3 زائد واحد على جوج. إذا ناقص 3 زائد واحد على جوج هي ناقص 6 على جوج زائد واحد على جوج. إذا ناقص 6 زائد واحد هي ناقص 5 على جوج. إذا هنا نكتبو ناقص 5 على جوج. إذا إكس تساوي ماذا؟ ناقص 5 على جوج. إذا حنا عندنا جداء، يعني إما كنقسم على العدد على ناقص 3 وكنضرب في المقلوب ديالها يعني في ناقص 1 على 3. إذا ناقص 5 على 2 فناقص 1 على 3 هي 5 على 6، إذا إكس تساوي 5 على 6. إذا 5 على 6 كتنتمي لمجال ناقص 1 ناقص لنهاية 1، لأن 5 على 6 أصغر من 1، وبالتالي إس تساوي 5 على 6، أي مجموعة الحلول هو العدد 5 على 6.